أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين في هذه الحلقة، وإحنا النهاردة معانا ضيف للحلقة سوف أقدمه لكم. أولا أرحب بكم في الفضائية القبطية، وهيكون عندنا حلقة تختلف عن الحلقات السابقة، شيقة جدا مع ضيف البرنامج. أمامنا رقم التليفون، أنا أشجعكم على الاتصال بنا هاتفية على الرقم اللي تشوفوه، وأنا متأكد أن ضيف البرنامج يريد أن يتحدث معكم ويسمع أسئلتكم ويرد عليها. ضيف البرنامج اليوم هو جناب القس إيميل حداد، وهو من الأردن. خلينا الأول نرحب به. أهلا وسهلا بك سيسي. وبيك أكثر أخي دكتور. أهلا وسهلا بك في الفضائية القبطية. شكرا. إحنا هنتكلم في موضوع هام جدا جدا، وبمشيئة الرب نكمل هذا الحديث في الحلقات القادمة. بس عايز أقول شيء، أنه آراء الأسيس إيميل حداد ليس بالشرط أنها تمثل رأي الفضائية القبطية. إحنا هنسمع منه، هنسمع رأيه في الموضوع اللي هيقدمه النهاردة، ونحب نناقش هذا الأمر معه. مرة أخرى أشجع حضراتكم بالاتصال بنا هاتفيا. والموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة أو هيشاركنا فيه القس إيميل حداد هو وثيقة الحقوق الدينية. في بعض أسئلة قدامي كده هنسألها له النهاردة، يعني مثلا الفرق بين حرية الأديان وحرية الاعتقاد. أولا القسيس إيميل حداد كان يرعى كنائس في الخليج العربي وفي الإمارات العربية المتحدة، وهاجر إلى أمريكا سنة 1987، وكان يرعى أيضا كنيسة في كنيسة الله في بيلفلاور في جنوب كاليفورنيا، وهو الآن مؤسس ورئيس منظمة سفراء السلام. القسيس إيميل هيكلمنا عن هذه المنظمة بتفصيل، وهياخدنا خطوة لخطوة من بداية هذه المنظمة والقائمة به المنظمة حتى هذا اليوم. مرة أخرى بنرحب بيك قسيس إيميل حداد، أهلا وسهلا بيك. وبك أكثر دكتور فيكتور. أنا ممنون للدعوة على الفضائية، لأنه تعطيني فرصة أو منبر لأخاطب الشعب المستمعين المشاهدين حول هذا الموضوع الحساس والفكرة التي تدعو إلى السلام العام. من حيث الوثيقة، طبعا عندما الإنسان يسمع كلمة وثيقة أيضا أنها وثيقة شرطية الآخرية، الواقع سميناها وثيقة على أساس أنه تولد ثقة بين الإنسان وأخي الإنسان. ممتاز. وبعتقد أنه سؤالك بتحب تبدأ بالأسئلة أو بتحب أجيب عليك؟ خلينا أبدأ بسؤال. أنت المضيف حقك. أهلا وسهلا. في حضرتك قدمت وثيقة وخدتها إلى مصر الأزهر، وبعد شوية احنا هنشوف الصور اللي فيها القسيس إيميل حداد مع الشيخ الراحل أو اللي هو شيخ الأزهر السابق، وهيقول لنا بالتفصيل عن هذا الأمر. لكن أنا عايز أسأل السؤال اللي هو طبعا والكل بيسأله، أسأله نيابة عن المشاهدين. إيه هو الفرق بين حرية الأديان وحرية الاعتقاد؟ سؤال جميل. حرية الاعتقاد اعتقد ما شئت، طالما أنك بتفكر فيه بذهنك وبفكرك وضميرك كفرد اعتقد ما شئت. ممكن تآمن بالحجر أنه إله أو الحيوان إله أو الجماد إله، لا تعني فرق أبدا طالما هذا الاعتقاد محصور فيك. لكن الحرية الدينية تختلف، والحرية الدينية اللي احنا نتكلم عنها هي الواقع تكمل أو شرح مطول للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فهيئة الأمم المتحدة منذ أكثر من 60 عام تقريبا طلع بقرار اسمه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجزء منه طبعا هو الحقوق الدينية. فماذا ينص هذا البند؟ البند 18 يقول لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته.
وحرية الإعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذاك سرا أم مع الجماعة. هذه هي الحرية الدينية، وهذا ما نسعى إليه نحن، أن يكون هناك الحرية الدينية مفتوحة للجميع. والسبب ليه الحرية الدينية هي أساس العلاقات السليمة؟ يوجد قول معروف مأثور يقول: عندما يتنازل الشعب عن حريته ليكتسب سلام مؤقت فقد حكم على نفسه أن يفقد الاثنين معا، السلام والحرية. ولذلك نحن منذ سنين أتباع الأديان دائما وأبدا ابتدأوا بأفكار كثيرة من السلام بينهم، ولكن كبت الحرية، ولذلك بقي السلام مكبوت، لأن الحرية مكبوتة والسلام غير ممارس. فهذه بشكل يعني مختصر فرق بين حرية المعتقد أو الاعتقاد وحرية الأديان. ثم في يعني بادرة حلوة من الشيخ أحمد الطيب في مصر، يتكلم أيضا في مقال صدر أخيرا، يقول فيه أنه على حق يبدأ فيه: لا أكره في الدين، ويترتب على ذلك تجريم أي مظهر للإجرام في الدين أو الاضطهاد، فلكل فرد أن يعتقد ما يشاء أو يعتنق ما يشاء دون أن يمس حق المجتمع للحفاظ على العقائد السماوية، فللأديان جميعها قداستها، وللأفراد حرية إقامة شعائرهم دون عدوان، ويترتب على حق حرية الاعتقاد حرية التعدد ورعاية حق الاختلاف. كل جميل، لكن لا ينص بوضوح على حرية تغيير الدين، وهذه هي المشكلة. أيوة. وهذه هي المشكلة. عندك أسباب كثيرة ربما نغطيها بقية الحوار. أيوة. إنه ليه أصبح ضرورة الحرية الدينية؟ لأنه لا يمكن لدين واحد يكتسح جميع الأديان. مظبوط. هذا أمر يستحيل. ثم لا يمكن لدين واحد يسهر جميع الأديان في بوتقة واحدة. أيوة. أنا بستعمل مثل بجوز لا يتناسب مع الأفكار الروحية، ولكن زي ما تجيب خلاط وبلندر تضع فيه عدة فواكه وخضار وتضغط على الزر وتعمل كوكتيل وتقول هذا دين، هذا ليس مطلوب. المطلوب هو أن يكون الإنسان حر في كل ديانة، لأن كل ديانة لها قدسيتها، لها أساسها، لها أتباعها، لها خاصياتها، ولذلك لا يمكن دمجها مع بعض البعض. طبعا هذا باختصار. أنا عايز أرجع تاني أسيس إميل إلى المؤسسة اللي نظمتها. نعم. وهي منظمة سفراء السلام. نعم. ومرة هنا نقول أن جناب القس إميل حداد هو المؤسس، وهو متفرغ دلوقتي، هو المؤسس ورئيس منظمة سفراء السلام. وأنا بفتكر إن شفت بعض الصور، أعتقد خلينا نبتدي بالصور اللي أخذتك لمصر. نعم. وقدمت هذه الوثيقة، وكنت مع الإمام الشيخ السيد محمد حسن الطنطاوي. نعم. وبدأت العملية من هذه النقطة. تحب نبدأ بالصور الأول نوريها المشاهدين وتدينا كده نبذة بسيطة عن هذه الصور؟ جميل. وهنطلب من المخرج أنه يورينا هذه الصور. جميل. هذه الصورة طبعا في المشيخة في الأزهر الشريف مع فضيلة الشيخ الطنطاوي، وأنا أقول عنه هذا الشيخ طيب الذكر، لأنه إنسان كان جميل دمث ورحب بنا بكل ترحاب، وكان معي عضو مجلس الشعب دكتور محمد البطران أديب جبريال رجل أعمال مصري، ودكتور جاري أنزديل شريكي بالخدمة، وأنا لله عبد طبعا. ولقائنا مع الأزهر كان لقاء جميل، حيث أنه عندما طرحت لفضيلة الإمام بعد ما قدم الوثيقة بزمن، درس الوثيقة طبعا هو عالم لغة مش سهل، فقلت لفضيلة الشيخ: لم نحضر إلى مصر لمقابلتك من أجل مناظرة دينية، لأن تعلم بأن المناظرة هي إثبات وجهة نظر معينة، أثبت أنا صح وأنت خطأ. ثم لم نأتي من أجل حوار الأديان، وربما غطيه بصورة أوسع. حوار الأديان فشل في كل مراحله، لم يعطي نتيجة. ليه؟
لأن الحوار هدف الحوار أنه أفهمك تفهمني. فبعد الحوارات اللي صارت من سنين عرفنا أنه أدياننا تختلف لكن ما العمل. أيوه. فكان تقبل الرأي بشكل جيد. فقلت جئنا نأخذ الصورة الأخرى اللي بعديها. فقلنا له بعديها أنه فضيلة الشيخ جئنا لهدف واحد أن يكون الإنسان حر في ديانته يعتنق ما يشاء ويريد ما يشاء. الصورة اللي بعديها بليز. شباب اثنين أو من رجال الأزهر درس الوثيقة طبعا لأن البعض علق أنه بجوز ما فيه مواش والحكي غير سليم لأنه طبعا هذول علماء لغة. فقلنا له احنا جئنا من أجل هذا الموضوع. كان رد بالضبط فضيلة الشيخ، قال أولا لا أكره في الدين، ثم أن الاختلافات الدينية يجب أن لا تكون سبب نزاعات بين الناس بل يجب أن تسبب تعاون بين الآخرين، ثم قال أيضا أن الذي يحكم في الجميع هو الله، من نحن حتى نحكم على أنفسنا الآن؟ فالإنسان حر يحكم عليه الله في الأخير. ثم كانت اللقاء جميل جدا لدرجة الإهرام طبعا غطاها مجلة الإهرام. وكان يعني إنسان شعرت بوجود إنسان يحب السلام، وأنا أعتقد أنه وفاة شيخ الأزهر خسارة على العلاقات بين أتباع الأديان. ثم الصورة اللي بعديها أخوي، طبعا احنا قدمنا له درع انك رجل سلام من سفراء السلام. اللي بعديه حبيبي، وكمان الشيخ دكتور فوزي الزفزاف هو رئيس دائرة حوار الأديان في الأزهر، وأعاز له شيخ الأزهر انه يوقع الوثيقة باسم الأزهر. وهكذا اعتقد نرى التوقيع الآن. الصورة اللي بعديه حبيبي، نعم، هنا الشيخ فوزي الزفزاف وقع الوثيقة باسم الأزهر أن نحن نؤيد هذه الخطوات جميعا. ممكن نعرض الصورة نفسها الوثيقة بالذات اللي بعدها حبيبي، كما واحدة هنا صورة الوداع. يعني أنا جدا أعجبت في هذا الإنسان لأجل طيبه، لأجل محبته، لأجل لطفه، لأجل حبه للسلام وسائل السلام. شكرا حبيبي. هذا موضوع باختصار موضوع الأزهر. يعني أنا أعتبره لقاء تاريخي. مظبوط، لقاء تاريخي. وياريت نجد كثير من زعماء الدينيين يحذو حذو هذا الإنسان الطيب. طيب مضمون الوثيقة، طبعا مش هنقرأ الوثيقة كلها. نعم. هي كانت باينة على الشاشة كده بسرعة، وهي موجودة دلوقتي على الشاشة. طبعا مشاهدينا الأعزاء مش هيقدروا يقروها كلمة كلمة، لكن أطلب من القس إيميل أنه أعطينا نبذة سريعة بسيطة أو ملخص عن هذه الوثيقة. جميل. اللي مضى عليها الأزهر. قبل كل شيء، إذا حد بحب يقرأ الوثيقة ممكن يروح على الرابط تبعنا أو العنوان اللي هو am4peace.com am4peace.com. ممكن تجد الصور، تجد جميع الأشياء المتعلقة فيها. من حيث الوثيقة، هي الواقع جميلة جدا، لها بعض بلود هذه الوثيقة. أنا راح أعطيك مسح عام عنها ثم نفتح المجال. كان في سؤال من المشاهدين أو من عندك أستاذ دكتور فيكتور. أولا نقول حافز هذا القرار هو وجود جرائم الكراهية باسم الدين. الحافز الأول وجود كراهية، جرائم كراهية باسم الدين. ما من يوم يمر علينا مشاهدة التلفاز أو قراءة الصحف أو الإنترنت إلا وتسمع خبر انفجار أو قتل باسم الدين. وعندما أقول الدين لا أعني دين معين، لأنه تاريخيا نعرف جميع الأديان غير بريئة من العنف الديني. لا يوجد دين بريء، وأنا لا أقول دين، لكن أتباع الأديان شو يعملوا كيف يتصرفوا، هذا حكي وارد. فالسبب إحنا طلعنا فيها هو هذا الحافز الأول. هل ممكن نصل إلى مرحلة بالحياة إنه يعيش الناس باختلاف دياناتهم بصورة سليمة أو لا؟ هذا هو الحافز الأول. ثم نعرف على الوثيقة بشكل أو القرار نفسه، حيث نقول بأنه هذا القرار لا يسعى أن يكون قرارا سياسيا أو مسكونيا
ولا يهدف لتغيير معتقدات أو مقارنات أو تفسيرات، كذلك فإن هذا القرار لا يتضمن أي توجهات عنصرية أو وطنية. ماذا نحن؟ أولا أنه غير مسكوني. ما معنى مسكوني؟ باللغة الإنجليزية تيجي كلمة إكيومينيكال، وكلمة إكيومينيكال بدأت منذ سنين أنه يأتوا رؤساء الأديان مع بعض، خاصة الأديان اللي الأديان السماوية، ويقولوا نحن نؤمن بإله خالق واحد، ولذلك يجب أن نتفق جميعنا أدياننا واحد وإلى آخره. لكن هذا الحديث لم يتم عمليا، شفهيا، حديثيا، لم يكن له فعل لأنه غير واقع. ولذلك الحركة المسكونية احنا لا نقر فيها أبدا. نؤمن بكل ديانة لها قدسيتها، لها كتبها، لها أنبياءها، وهذه الديانة يجب أن تختص بما هي، وتكون أيضا تعطي الحرية للآخرين يتفاعلوا ويتحدث فيها. احنا هنستكمل هذا الحديث، لكن معنا تليفون دلوقتي. أيوة، مين معنا؟ مساء الخير يا مستر أمين. أهلا أهلا، مساء الخير. أنا اسمي تيودور حبيبي، لأول مرة بخابركم. أنتوا معايا؟ تفضل أنت على الهواء. تفضل. أول مرة بخابركم. يا محترم يا حبيبي، الشيخ طنطاوي ولا غير شيوخ أتمنى يرفعوا بيانات ضد الاغتصاب البناتنا في العراق في مصر، ولا مرة ما شفنا أي شيخ رفع البيان إنه لا تعملوا كده، قتل شبابنا بناتنا يا حبيبي. لأن القرآن هكذا يؤمرهم، مو من اليوم، مو من اليوم، بل من يوم الخلقة الإسلامية لليوم. نحن اضطهاد في مصر، في العراق، في السودان، في لبنان، راح تشوفها في المستقبل بالسورية كذلك الأمر، في الماضي واليوم كمان. يعني أنا ما بعرف كيف. وبعدين ما بلوم بس لوم على الإسلام، بلوم لوم على المسيحية الشرق الأوسط، ونقطة ثالثة أصلا بكلمكها على مسيحية أوروبا. الشرق الأوسط يا حبيبي، أنا عدة مرات من 1970 اليوم هذا بحل 67 أول مرة، بعدين أنا ابتدأت من 70 لما كانوا يقولوا اذبح تربح لا ترحم أبدا أعدائك، اسحب واسحق دمر واحرق، فراس طيارك هرب، مهزوم لسه هرب، أينما المطار يا إسرائيل، البحر من وراكم والعدو عليكم وانتم بتعرفوا. اليوم السبت بكر الأحد، اليوم السبت بكر الأحد، والاجتماعات في لاهور دول إسلامية والعربية عبادة المسيحيين والقضاء لإسرائيل. أنا ماني يهودي، أنا آشوري، بس أتكلم حقيقة كما قال شكسبير ولو حقيقة ضدي. بعدين يا حبيبي يا أخواني، نحن عدة مرات قدمنا شكوى إلى الأمم المتحدة. أول مرة رجال الدين المسيحيين إن كان قبطي ولا كان كاثوليكي ولا كان الأرثوذكسي يبعثوا رسالة معاكسة ضدنا، لا 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 لا، إخواننا وما زالوا بهذه اللحظة. اللي أنا بخبركم عملاء في مصر، عملاء في العراق، عملاء في كل منطقة الشرق الأوسط عم يساعدوا الإسلام. ذكروا يوم الأيام يجي الإسلام يتغير، لا يجوز يتغيره، بس يتغير القرآن. الآيات القرآنية ضد اليهود والمسيحيين. نعم، نهدي إلى أخ طنطاوي إذا ينكر هذه الآيات البربرية وحشة ضد الإسلام، أنا ضد المسيحيين واليهود وغير ديانات أخرى. الله يشوفكم. ما تشوفش في المرة أن تتكلموا مع الشيوخ الإسلام. شيوخ الإسلام كل يوم خطبة الجمعة، كل احترامي لشخصياتكم، كل يوم خطبة الجمعة وانتم تعرفوا دائما وأبدا نقتلوهم ورعبوهم ونحن كذا وكذا. يعني كل ما لم يعني بدي يدوبونا بالفوق البدوية، لأن مصر مش عربية. لما كان في مصر البدوي كان يأكل بالخير، احترامي لهم، أنا ما نضدهم. لما كان حضرت سوريا كذلك الأمر، حضرت مصرية، وين اليوم شعبنا؟ أنتم بالدرجة الأولى دوبتوا حالكم بالموجة الإسلامية، بالموجة على اللغة العربية، بكلكم مسكين. يعني أنا حابب أقول عزيزي المشاهد، الأول أحب أرحب بك، أهلا وسهلا، مبسوط أسمع صوتك، مبسوطين نسمع منك، والفضائية القبطية بترحب بيك، شكرا على المكالمة. وأنا وكلنا شاعرين بما قاصاه شعب العراق من اضطهاد، مش بس شعب العراق، والشعوب
الأخرى أيضا. وعايز أعطي فرصة للأسيس إيميل حداد أنه يتكلم ويرد على حضرتك. بس شكرا جدا اتصلت بينا، على عيني وراسي كل كلماتك ونحترم ما قلته. والأسيس إيميل حداد لو سمحت اتكلم إلى أخونا الحبيب. أخي صديقي ثيودور، لا أعتقد اللي قلته صحيح وسليم، والأحداث هذه موجودة، والاضطهاد الديني ليس فقط بين المسيحيين أو المسلمين، لكن انظر إلى الشيعة والسنة، انظر إلى الطوائف بين بعض البعض تتحارب بصورة مستمرة. موضوعنا هو كالآتي: أيما أفضل، أن نلعن الظلمة أم نشعل شمعة؟ هذا السؤال حبيبي. نحن لا نستطيع أن نغير العالم في يوم، علينا أن نزرع بذرة السلام بقدر الإمكان. فلو وضعنا جهدنا في بذار كلام السلام ومبادئ السلام والتآخي بين الناس كل هذه السنين عوض عن الشكوى، ربما تقدمنا إلى قليل، لأن المجتمع من أفراد، فعندما نبدأ بالأفراد ربما نصل إلى نتيجة. أما طالما نأخذ موقف العدواني أو الضد لا يمكن القدم فيه أبدا. فأحييك على كل حال أخي، وأقدر مشاعرك وأسف لهذه الألام الذي يمر فيها المضطهدين بين أتباع الأديان كلها. هو طبعا أنه المبدأ المسيحي، التعليم اللي جاء به السيد المسيح له المجد، هو تعليم بنبص على أنه سهل، لكن لما نيجي نطبق هذه التعليم صعبة جدا جدا. حبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، كلمات ما حدش يقدر يقبلها أو يتمم هذه الأمور، ما نقدرش نعملها. لكن بالنعمة اللي الرب يسوع المسيح أعطاها في قلوبنا كمسيحيين، نستطيع أن نظهر هذه الروح، روح المحبة وروح السلام. وصدقني المحبة والسلام بتكسب، روح العنف ما بيكسبش أبدا مهما طالت. I know you for many years. You are the same person. You have very loving heart. يعني قلب محب. لكن ما ننساش الموعظة على الجبل اللي هي فيها المسيح نفسه قال: أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم. لكن كثير من الأحيان نتوقف عند هذه الكلمات. لماذا ننسى ما قاله الرب يسوع في متى 5:25؟ يقول: إذ كان في خلاف بينك وبين شخص آخر، اصطلح مع خصمك وأنت معه في الطريق، لئلا يأخذك الخصم القاضي ويضعك القاضي في السجن. الحق أقول لك لا تخرج حتى تدفع الفلس الأخير. فهنا كمسيحيين بجوز أخذنا موقف أنه أحبوا أعداءكم وانتهى. بالعكس، المسيح لما قال تفاهم مع خصمك أو مع من يخالفك، لم يقل تنازل عن حقك، لكن تفاهم معه. يجب أن نفتح باب الحوار بيننا وجميع الأديان، ولكن الحوار يكون حول حرية الأديان وليس حوار الأديان. وهذه المشكلة اللي بطلنا نميز بين كلمة حوار أديان حوار حرية الأديان. الهدف ليس حوار الأديان، فهمنا الأديان. كل إنسان يمكن أن يفهم دين الآخر على الإنترنت، يعني تحط جوجل تفهم كل ديانات العالم، ما في داعي للعمليات هذه. الهدف أن نضع الأمور في إطار العمل، هذا الهدف. شكرا أخي ثيودور، يا ريت كثر من أمثالك. شكرا شكرا. احنا بنتكلم عن بنود هذه الوثيقة. نعم. وثيقة الحقوق الدينية. ومعنا القس إيميل حداد، هو من الأردن ورئيس ومؤسس منظمة الحقوق الدينية. بنتكلم احنا دلوقتي عن موضوع هام جدا، الفرق بين حرية الأديان وحرية الاعتقاد. الأسيس إيميل حداد، كما رأينا من الصور اللي ظهرت أمام الشاشة، ذهب إلى مصر وتقابل مع الإمام الشيخ السيد محمد الطنطاوي، وهو رحل الآن، والأزهر مضى على وثيقة الحقوق الدينية. كنا بنتكلم عن بنود أو بعض بنود هذه الوثيقة، وبنطلب من الأسيس إيميل الحداد أنه يكمل هذا الأمر. بس عايز أقول إحنا بنرحب بأسئلتكم، فمن فضلكم اتصلوا بينا وهنجاوب على كل سؤال تسألوه. تفضل يا أسيسي. شكرا حبيبي. النقطة الثانية ذكرنا احنا اول نقطة حافز القرار، ثم ذكرنا وصفنا القرار بأنه ليس مسكوني، لا يدعو جميع الأديان تنخرط مع بعض البعض، ولكن لكل دين ميزته.
ثم ذكرنا بأنه غير سياسي، مناش دعوة بالسياسة احنا وبين دولة ودولة، احنا نذكر بين المجتمع أبناء المجتمع الواحد الذين يعيشون على أرض واحدة، يشربون من ماء واحد ويتظللون بسماء واحد، أن يقبلوا بعضهم البعض بناء على خلقهم، مضمون خلقهم وتصرفهم، وليس بناء على دياناتهم. ثم نأتي لنقطة أخرى، ندرك ونقر بأن هناك متطرفين بين أتباع كل دين من الأديان، هناك تطرف، وتطرف له صور يترجم فيها أو يظهر فيها. التطرف يؤدي إلى العنف، عندما أقول كلمة عنف لا أعني فقط العنف الجسماني، لكن يوجد عنف نفسي، psychological intimidation، ترهيب من حيث الناحية النفسية أو الناحية العاطفية أو الناحية الاجتماعية أو الكراهية أو الحقد أو الغيظ أو الإهانة أو تذليل الإنسان الآخر دون تمسه، من خلال الإعلام، من خلال التجمعات المضادة إلى آخره. وأهمها هو العنف، أيضا العنف الجسماني. فلا يوجد ديانة بريئة من هذه التصرفات، ولذلك نسعى بكل جهد وبكل قدرة أن نصل إلى المرحلة عندما الإنسان يستطيع أن يتفاهم مع أخي الإنسان ويقبله بناء على مضمون خلقه وليس على معتقده. هذا من الآخر. طيب طيب كويس، دي بنود واضحة ومفهومة جدا عن هذه الوثيقة. طيب السؤال أوجهه لحضرتك أسيس إميل، بصفتك أنك أنت هاجرت إلى أمريكا ودلوقتي موجود في أمريكا وعايش في هذه البلد الكويس اللي حاب نشكر الرب من أجله، وأمريكا فيها حرية الأديان والاعتقاد، تعمل زي ما أنت عايز. فعايز أشوف النسبة أو ما بين أنك أنت كأمريكي في بلد تنادي بحرية الأديان وحرية الاعتقاد وما بين هنا والوثيقة اللي قدمتها للشرق الأوسط. يعني بيقولوا بالإنجليزي very clever question، سؤال حلو جميل. الواقع صح، يعني في البلد هذه الحرية الدينية مجبورة، الإنسان بيعمل بعبد الوشاء بغير ديانته بعمل، لكن اللي مثل ما يقولوا باللغة العربية trigger، الإنجليزية trigger، اللي فعلا دفعني أقوم فيها أبعد هو كان في لقاء أدباء وشعراء في لوس أنجلوس، وهذا اللقاء كان يسموه لقاء الأربعاء. لقاء الأربعاء مؤسسينه جماعة أدباء من المشرق العربي، من الجالية الإسلامية العربية والمسيحية، منهم كاتب نخلة بدر، منهم كاتب معروف، شاعر عيسى بطارسة، شاعر آخر اسمه حكمة عتيلي. كان عندهم تنظيم أنه كل يوم، كل أول شهر، كل أول أربعة من أي شهر كان عندهم لقاء اسمه لقاء الأربعاء، وهذا اللقاء كان يدور حول لقاءات شعرية أو أدبية، أو ربما يأتوا بعالم فضائي يشرح الكون، أو عالم قلب يشرح أمراض القلب، أو عالم صحة. يعني كان سميه أنا لقاء تثقيفي للجالية. لكن يوم من الأيام فوجئت من هالمجموعة يطلبون مني كيف نعيش بسلام مع المسلمين المسيحيين المسلمين، وأنا بالفعل ضحكت، قلت لها الغرابة في بلد مثل أمريكا اللي الحرية موجودة فما هو نفع منه، ولكن أصروا. وهكذا اجتمعنا في أنهايم، وكان المتكلم الآخر شخصية معروفة إسلامية طيبة كثير، واللقاء كان حلو جدا. لكن من ذاك اليوم بدأ التفكير عندي إن كنا في أمريكا ويوجد مجموعة من الناس يشعرون بأنه بحاجة إلى وضع النقاط على الحروف من حيث العلاقة بين الإسلام والمسيحيين، فكان بالحرب بلادنا التي تمزقت وتمزق كل يوم بسبب الخلافات والصراعات الدينية. هذا هو الدافع الأول، رأفة على شعبنا. نحن هون بخير ما شاء الله عنا، لكن جماعتنا اللي يوميا بكل العالم أصبح الاضطهاد الديني والعنف الديني أصبح دارج. وأنا خوفي دكتور على فكرة أن الناس تصبح مشاعرهم بنسميه بالأردن مدمدمة، يعني فقدت الحس، صار انترتينمنت على الأمور هذه. لكن يجب أن نتحرك عاطفيا، فكريا، روحيا، ماديا بكل جهدنا حتى نتعامل مع هذه الأمور.
شكرا يا سيسي ميل. احنا هنستمر في هذا الحديث الشيق، لكن هنأتي الى فاصل قصير ومع ترنيمة من اختنا العزيزة الدكتورة منى حنا. ابقوا معنا. Thank you.
أهلا وسهلا أعزائنا المشاهدين، نرحب بكم أيضا في هذا البرنامج، وأحب أذكركم أن احنا مع ضيفنا العزيز القس إيميل حداد، وبنتكلم في موضوع وثيقة الحقوق الدينية أو الفرق بين الأديان وحرية حرية الأديان حرية الاعتقاد. القسيس إيميل حداد هو مؤسس ورئيس متفرغ في لمنظمة سفراء السلام. القسيس إيميل حداد شارك معنا وثيقة ذهب بها إلى الأزهر في مصر، ومضى على هذه الوثيقة المسؤولين في الأزهر، وكان بيشارك معنا قبل البريك اللي احنا الفاصل اللي كنا موجودين فيه عن بعض بنود هذه الوثيقة. فهطلب من القسيس إيميل انه يكمل لنا هذه البنود، وعايز اركز على انه اراء القسيس إيميل هنا ليس بالشرط انها تمثل رأي الفضائية القبطية. اهلا وسهلا القسيس إيميل، اتفضل كمل لنا الحديث. شكرا حبيبي. نعم، في نقطة اخرى عندما ذكرتها، نقر أن اللجوء للعنف لتأكيد وجهة نظر دينية أو لإجبار آخرين على اعتناقه هو أمر مرفوض بتاتا. يعني هذا أمر مهم جدا، أن الإنسان يعتنق ديانة مكرها أو يطرد من ديانة مكرها، هذا الأمر غير مرغوب فيه بل مرفوض جملة وتفصيلا. لأن الفكر بأن الله خلق الإنسان على صورته ومثاله لكي يكون إنسان يختار، فهذا الإنسان ملوش حق الاختيار. كيف نقاوم الله اللي خلقه له حق الاختيار؟ ولذلك يجب أن الإنسان لا يكون مكره، وذكر الإمام الطنطاوي طبعا أنه لا أكره في الدين. ثم نقطة أخرى، نقول لكل إنسان رجلا كان أو امرأة حق مقدس في اعتناق أو رفض اعتناق دين من الأديان دون التعرض لأذى من قبل أي جهة دينية أو سياسية. هذا أمر يجب أن يكون لكل إنسان. بعدين هذا باتفاق مع الهيئة الأمم المتحدة اللي هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يعني الإنسان، القيادات العالمية اتفقوا، وربنا سبحانه وتعالى اتفق أن الإنسان حر بمعتقده. أيوة. فلين عارضه؟ واحد. اثنين، إذا الإنسان ملوش خيار كيف ربنا حاكمه بالأخير؟ يعني على ضمير مين بده حاكمه؟ قائده، رئيسه؟ الإنسان مسؤول عن نفسه. في عندنا مثل بالأردن على فكرة، كل شاة معلقة بعرقوبة. كيف يعني؟ لما تروح على اللحام بتشوف الخرفان معلقة. أيوة. كل خروف معلق بإجره مش بإجر الثاني. أي أنه كل إنسان مسؤول عن عمله. مزبوط. ولهذا السبب هذا البند أساسي جدا. وننهي أنه نقول أيضا لكل إنسان الحق في أن يشارك الآخرين في معرفته. إلك حق، إلك أفكار، إلك تشارك الآخرين، ما هي مشكلة، لكن بأسلوب أدبي، بأسلوب غير عنيف، بأسلوب مودة، وليس بأسلوب كراهية وحقد. ثم ننهي ونقول هذا بشكل عام عن الوثيقة، وبناء على ذلك فإن نصر على أن لأتباع جميع الأديان حقا مقدسا في أن يشركوا الآخرين في معرفتهم وأن يعيشوا بسلام مع حصيلة هذه المعرفة. نحن ندعو لحرية جميع الأديان، أي إنسان، أي إنسان مهما كان. وأنا أذكر يوم أحد كنت طالع من الصلاة، وتعرف الجماعة بيسلموا علي، وجاي على شباب بتعرف كنيستنا اسمها كنيسة الله، فإجوا لعندي قالوا قس نحب نتحدث معك. عن مين؟ قالوا عن الله. قلت تفضلوا، كنيسة مفتوحة، وعزمتهم على كنيسة طبعا رفضوا ما ردوش يدخلوا. فاحنا مفتوحين يا أخي، خلي باب الحوار مفتوح والحديث والمشاركة. هذه يعني بشكل مسح عام للوثيقة أو للطرح اللي طارحينه. ثم يمكن أنك تقرأوا على الرابط تبعنا am4peace.com am4peace.com، 4 يعني رقم 4. طيب احنا شفنا الصور اللي كان شفناها من نص ساعة على شاشة التلفزيون،
وحضرتك في الأزهر ومعك آخرين، كنت لوحدك أو في مؤسسات أو منظمات أخرى وثقت هذه الوثيقة أو وافقت على هذه الوثيقة؟ فما هي المؤسسات أو المنظمات إن كان هناك اتفقت معك على توثيق والإمضاء على هذه الوثيقة؟ الواقع في عندنا أولا مؤسسة الأزهر أيدها، ثم جاردن جروف سنتر اللي هو موجود هنا، دكتور هيثم بن دقجي تشيرمن تبع جاردن جروف إسلامك سنتر، أكبر مركز إسلامي غرب المسيسيبي. كان في اجتماع كنا مجتمعين مع بعض، سبونسر مع الجمعية الأردنية. أيوة. عملوا سبونسرشيب سموه لقاء التآخي الإسلامي المسيحي، وأنا بحب كلمة التآخي لأنه كنا أخوة بالإنسانية يعني ما في شك، وطرحي كان واضح جدا، قلت لهم يا أخوان أديانا تختلف، أديانكم تكفرني وأنا ربما أكفرك، لكن الهدف أن الكتب كما هي، نصوصها كما هي تبقى كما هي، ما نحاولش نلعب فيها. فإذا تدعوني كافر أهلا وسهلا يا أخي، ما عندي مشكلة، بس المشكلة أنا وياك يجب أنه إيش نحترم بعضنا البعض، نحب بعضنا البعض. فكان لقاء آراء. ثم في منظمة أخرى أيضا من دكتور دوغلاس جونسون، مؤسس منظمة اسمها International Center for Religion and Diplomacy in Washington، منظمة دولية من أجل السياسة والدين، كيف أنه يجعل الأمور سليمة بين يبعدوا هالمشاكل الدينية بين الناس، منظمة عالمية تقريبا. ثم في عندنا كنائس مثلا جيم تولز تشيرش ان ذا واي، باسيفيك جاستس، عندنا منظمات كثيره طبعا على الرابط ما في داعي نقراها كلها، وكل انسان قلبه طيب يحب السلام راح يؤيد هذه الوثيقه. شكرا مره اخرى، اؤكد للمشاهدين الكرام ان معنا القصي ميل حداد، وبنتكلم عن وثيقة السلام أو حرية الاعتقاد، حرية الأديان، الأديان الفرق ما بينهم، وبنرحب بتليفوناتكم، بنرحب بأسئلتكم، فمن فضلكم اشعروا بحرية أن تتصلوا بنا الآن، والأسيس إيميل يحب يجاوب على أسئلتكم. طيب أنا أنتقل إلى نقطة أخرى. تفضل. أغلب الأديان تأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا تعبير سمعناه كتير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأغلب الأديان بتقول كده. فهل تحاول أن تبدأ من هذه النقطة أو هذه النظرية أن توجه أو تقرب وجهات النظر ما بين الأديان مع بعضها البعض أو الأفكار مع بعضها البعض؟ سؤال جميل جداً، وسؤال مثل ما بقوله في الصميم. هي هذه الفكرة بشكل عام، الناس أخذوا فكرة أنه تقرب وجهات النظر. الدين دكتور مش وجهة نظر. أيوه. لما أقول عن دين وجهة نظر، معناته الإنسان، رأي الإنسان. الدين كل إنسان يؤمن أن ديانته موحى من الله. فإذا كان الدين موحى من الله، موقفك مش تغير الفكر الديني، إما أن تقبله أو ترفضه. أيوة. هذا المنطق يعني. ولما نقول عن الدين أو تقريب وجهات النظر الدينية، عم نهين الدين، عم نعتدي على قدسية الدين، عم نضع الدين تحت سلطاننا. حتى لنفرض مثل ما بقوله باللغة الهندسة، فرض وكل فرض خاطئ. لو قلنا انه مثلا اجتمعوا زعماء الدين وقالوا خلينا ايش تنازل عن بعض الامور، واللي حصل على فكرة حصل، انا متأسف ما جبتهاش معي اليوم، لكن حصل انه في بعض جماعات دينية تنازل عن بعض الامور الجوهرية في الدين لارضاء البعض، بس هذا الحكي من له السلطان؟ من له سلطان يغير تعليم أساسي بالديانة، ثواب دينية ما قدروش. فنحن نقول أنه في تقارب، ولكن أيضا في تباعد.
التقارب جميل، كل ديانة في العالم تأمر بالمسامحة وتنهى عن القتل والآخر، ولكن يوجد فوارق أساسية جوهرية ثوابت لا يمكن تنازل عنها. مثلا أعطيك مثال، موقفك كمسيح، أن تؤمن أولا بأن المسيح ابن الله، تؤمن بأن المسيح صلب ومات وقام في اليوم الثالث يجي خلاصك، تؤمن أنه الله الآب والابن والروح القدس، هذا الحكي بالنسبة لبعض الأديان ربما شرك، فكيف حتتنازل عن الفكرة هذا؟ ثم صاحب الدين الآخر لما بده يؤمن معك مثلا بقاش دينه، فهذه لعبة تقريب وجهات النظر الدينية الحقيقة جدا ساذجة بمعنى الكلمة. لكن شو الهدف؟ الهدف الإنسان دكتور، لما نعلم الإنسان يحترم الإنسان الآخر ما في داعي تتفق بأفكاره. يعني خذ الحكم الشيوعي، كل الاتحاد السوفيتي لم يزيد عدد الشيوعيين في 10% والباقيين عندهم أديان وأفكار مختلفة. أيوة. فما ألغوا بعضهم البعض، الهدف أنه الإنسان ما يلغي الآخر لأنه لا يتفق معه. أيوة. ولذلك هذه فكرة تقريبات وجهات النظر فكرة جدا ساذجة غير عملية غير منطقية، لا تتعامل ولا تتفق مع الدين. يا. وأعتقد أن هذه الفكرة أيضا أوقعت الكثيرين في الخطأ الجسيم، وزي ما حضرتك قلت أن هم بدأوا يتساوموا ويتساهلوا في تعاليمهم، إن كنت أنا أؤمن أن ديني موحى من الله، وعشان تقريب وجهة النظر زي ما حضرتك قلت بدأت عندي أصبح في تسييب وفي اعتقادي وفي جوهري. أنا بتذكر أحد الرؤساء من دين آخر قال لي يعني بس أنتم المسيحيين لو بس تنسوا أو تلغوا موضوع مثلا صلب المسيح خلاص ما فيش داعي إن هو الصلب، يعني تتقرب وجهات النظر بيننا ونكون أصدقاء ونكون أصحاب. لكن هذا في اعتقادي ده موضوع جوهري ومبني عليه. بس في نقطة أخرى دكتور، أيوة. لما يصير في تنازل، طريقة التنازل طريق زلجة، كومبرومايز فيري سليبر رود، عارف كيف؟ yeah. يعني لنفرض الجيل اللي احنا فيه الان اتفق انه يتنازل على بعض النقاط، الجيل اللي بعدينا بده كمان نقاط يتنازل عنها، بعد جنريشنز او اجيال بكون ما فيش ديانات واحده، او يجي جيل متشدد ويرجع مره ثانيه حتى يعيد اللي اختلفنا عليه او اللي تنازلنا عنه. فلذلك موضوع تقريب وجهه نظر فكره ساذجه بالنسبه لي، مع احترامي طبعا للناس اللي بيفكروا فيها. سمعت البعض بيقول يا أسيس إيميل حداد هذه الوثيقة أو هذه الفكرة اللي بتقوم بيها دي فكرة أمريكية لأنها بدأت من أمريكا، يعني هنا لنا حرية الإبداع بالرأي ولنا حرية الأديان، فيعني كيف ترد على القائل أن هذه الفكرة فكرة وثيقة السلام هي فكرة أمريكية ومش هتمشي في الشرق الأوسط؟ الواقع اللي سمعت كثير أنا بسمي لغط بالنسبة لهذه رسالة تبشيرية غربية أمريكية صهيونية، أعطوها عدة ألقاب. ردي أولا أنه كل شخص أعطى الفكر هذا لم يقرأ الوثيقة. لما تطلع على الوثيقة دكتور بتلاقيش فيها كلمة دين أبدا، لا تتكلم عن أي ديانة أبدا. هذه الوثيقة تركز على الإنسان، حريته، حقه، علاقته بالآخر، كيف تفاعل مع الإنسان الآخر، هدفها أن تبني علاقة سليمة، علاقة سلام. أعطيك مثل أخ دكتور لنفرض عندك مؤسسة، وهذه المؤسسة لنفرض فيها 50 عامل، عندك مؤسسة أيضا فيها كمان 50 عامل، والعمال الموجودين من أديان مختلفة. جيت يوم من الأيام أنت على المؤسسة هاي رقم واحد وقلت لهم إحنا أنتوا بدكم تتعاملوا مع بعضكم البعض على أساس هذه الوثيقة وتحطها قدامهم كقاعدة، هكذا تتعاملوا مع بعضكم البعض كناس من خلفيات مختلفة، ثم تأتي على المؤسسة الأخرى وتتركها كما هي على غالبها.
أي من المؤسسات تجد فيها تعاون بين العمال وإنتاج أكثر، اللي عندهم الوثيقة اللي ما عندهمش، لأن تعلموا هنا كيف تفهموا بعض البعض، كيف يقبلوا بعضهم البعض، لأنه إحنا هنا لإداء عمل معين، ولذلك يجب أن نتعاون نعيش. لكن لما تيجي المجموعة اللي هناك بتحاربوا مع بعض البعض، عدوانيين مع بعض البعض، راح كل مؤسسة تخرب. وهذا تطبق على المجتمع على الأكبر على الأكبر على الأكبر. الوثيقة هذه متى فعلت لها أثر؟ طبعا هو ارتبط بسؤال آخر أخ فيكتور، أعتقد بجزء بذهنك، متى فعلت هذه الوثيقة؟ لها تأثير إيجابي عجيب. أولا زي ما ذكرت، محيط العمل، المكاتب، المجتمع نفسه، الدولة والشعب. لما الشعب بيحارب بعض البعض، النظام بصير تركيزه على إطفاء حرائق. إطفاء حرائق مشاكل بين الشعب. لكن لما يكون الشعب متفاهم مع بعض البعض، يابلين بعضهم البعض، الإدارة الحاكم والقيادة بيكون أسهل. طلع مثلا، مش راح أذكر أسماء بلاد لأجل حساسية الموضوع، لكن كم بلد حوالينا مقسمة وحرب وعنف دموي، بناء ليس على الأديان، على الطائفة نفسها. بين الطائفة نفسها. ولذلك هم سيء فهمه كليا، لأنه لم يقرأوا الوثيقة بإمعان، ثم لم يدركوا معناها أنها ليست تقريب الأديان مع بعض البعض. ثم يسند إلى كلمة تبشير. كلمة تبشير أخذت طابع سلبي جدا بالشرق الأوسط. دائما بشر هذول صهيونيين هذول كذا. حبيبي، كلمة تبشير أصلا هي يونانية، إفانجيليزم، جليون، it's a Greek word. على أساس أنه الأخبار السارة. فإذا عندك خبر سارت تخبر الإنسان الآخر، ليه صار خطأ؟ فمفهوم الكلمة بالذات وسيء فهمها. وعلى الأساس تجد أن البعض عنده رؤية سلبية بالنسبة لها. طبعا أنت مشيت مشوار طويل في تقديم هذه الوثيقة، وقوبلت بعوائق أو معيقات كثيرة. ما هي المعيقات الأساسية اللي واجهتها هذه الوثيقة، وثيقة الحقوق الدينية، وثيقة السلام؟ صدقني دكتور، الشخص اللي سألنا اليوم تيودور هو مثال للمعيقات. ليه؟ الناس وصلوا مرحلة فقدان الأمل، لا رجاء. وركزوا على الأمور، أفكارهم تركزت على الأمور السلبية المهينة المؤذية، ونسينا أنه في مجال آخر، في أسلوب آخر. كما ذكرت يعني قبل لحظة، أعطيت اقتباس من الإنجيل، أنه تكلم مع الإنسان اللي أنت مختلف فيه معه. صور ما أجملها. أنا لو كنت إلي جار مثلا، أعطيك مثل بسيط، لما صار 9/11 عندنا، في إلي جارة أمريكية الصبح دقت علي الباب تقول لي باستر، احنا يعني خايفين عليك انه يصير لك مشكله ولا شيء. قلت له ليش؟ بالنسبه طبعا عرب ومسلمين الاخرين. فشو اللي عملته انا؟ رحت عملت دعوه لكل الجيران، حوالي 30 جار تقريبا. دعيتهم عندي على البيت على الفرونت يارد، جبت كراسي وجبت موسيقى وجبت اصدقائي اللي قعدنا وضيفناهم، وتكلمت تحدثت لهم شو الفرق بين الدين والانسان. مصبوط. في فرق. ففتح الأخذ والعطاء، إعطاء أفكارك، إيمانك، معتقدك. صدقني أخي، ما في إنسان بكره الإنسان الآخر لما أقول له بحبك. كيف بدك تكرهه؟ ليش تكرهه؟ كلمة قوية جدا. ولذلك هاي واحدة هي فقدان الأمل. الشيء بقول لك مستحيل، صعبة. ليه؟ عندك خيارين، تلعن الظلام أو تضيء شمعة. مصبوط. تضيء شمعة. مصبوط. عايز ارجع للنقطه دي. معانا تليفون. اهلا وسهلا يا اخي حسن، اتفضل انت على الهواء. اهلا، مساء الخير دكتور. مساء الخير، اهلا وسهلا. ايوه مساء الخير كمان لبجمك. اهلا، يا مساء الخير حبيبي، الله يخليكم يا رب. بس انا عندي سؤال. تفضل. نحن ببلد عايشين مع المسيحيين، وكنا عادي مع بعض، يعني ممكن نعرف انت مسلم وهذا مسيحي،
يعني عايشين مع المسيحيين ومع بعض وعايشين بقرية واحدة يعني. ولكن كل إنسان حر يعبد الرب كيف ما بده. يعني ليش هلا فكرة، ليش الناس هلا ياخد فكرة يعني سيئة عن المسيحيين؟ يعني أنا عايش معهم 50 سنة، صار أنا وياهم نحن قرية واحدة ببلدنا، عايشين مع بعض وكل شيء مع بعض. في حرية الرأي وحرية الدين وحرية كل شيء، ولكن ليش بقيت المسلمين يخافوا من المسيحيين يعني؟ وعندي سؤال تاني لو سمحتوا لي. تفضل. ألو؟ تفضل. هلا نحن نعرف انه السيد المسيح انصلب اكيد. انا مؤمن بالرب يسوع اكيد وما في عندي شك بالمره. اشكر الرب يا بس أكبر. عندي شغله واحده انه السيد المسيح انصلب وضل مثلا 3 ايام ونزل على الصليب ودفن وقام. طب لماذا الشعار بعده موجود، شعار الصليب يعني؟ شعار بيود انه السيد المسيح انصلب، ولكن كثير صعب علينا انه نلاقي السيد المسيح معلق على الخشب يعني. هيدا يعني ما بعرف كيف بدي لك اياها، انه شعار او شو شعار او شو. وشكرا لكم. شكرا يا اخي حسن، ربنا يباركك. و السؤال الثاني هو الحقيقة سؤال لاهوتي، لكن أنا هترك الأسيس إيميل يرد على أسئلتك. ومعانا تفضل أسيس إيميل. أولا بحييك أخ حسن أنك عشت مع المسيحيين بسلام، وأتمنى تكون جار إلي، برحب فيك. أنا من الأردن ولبنان، والأردن جيران على كل حال. أما بالنسبة لسؤالك موضوع الصلب، الواقع الحلقة هذه وعملي مخصص أنا في بناء علاقات سليمة بين الآخرين، ولذلك نوع من التحفظ ان اشرح لك عن موضوع الصليب الان، لانه ليش موضوعنا الان. ربما اتصل باحد القسس اللي حواليك ربما يفيدك، بس الحلقه بالذات هذه ليس الاذاعه طبعا، ليس التلفزيون، ربما تسال التلفزيون في مكان اخر في قس اخر ممكن يجيبك، بس بالنسبه للحلقه هذه اقبل اعتذاري بكل تواضع حبيبي، الله يخليك. شكرا يا اخي حسن. و نقدر نشكر الأسيس إيميل حداد من أجل هذه الحلقة الرائعة الممتازة ووجودك معنا على الفضائية القبطية. الموضوع ما خلصي، هو الوقت اللي خلص انتهى، وهيكون معنا جناب القس إيميل حداد في الأسبوع القادم يوم الاثنين في موعدنا عشان نكمل هذا الموضوع. السؤال احنا وقفنا عليه المعوقات الأساسية لهذه الوثيقة. القس إيميل بدأ يتكلم في الموضوع ده هو، بس أنا مش عايز يعني براش إت أوف كده نغطي عليه، لا السؤال لسه ما انتهاش وعايزين نكمله في الأسبوع القادم. كان معنا الأسيس إيميل حداد، هو مؤسس ورئيس منظمة السلام، وكنا بنتكلم عن وثيقة الحقوق الدينية والفرق بين حرية الديانة وحرية العقيدة، والوثيقة اللي خدها الأسيس إيميل حداد إلى مصر إلى الأزهر وتم التوثيق عليها، وعايزين نشوف إحنا وصلنا لغاية فين من هذه الوثيقة. مرة أخرى نشكرك أسيس إيميل، وشرف كبير لنا معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا أصدقائنا المشاهدين، حتى نلتقي مرة أخرى. سلام يسوع المسيح يكون مع جميعكم، الرب يبارككم.